لما تيجي تكتب السكريبت تكتب للفيديو ما ينفعش تكتب بعدين تختار اللقطات، لا هتختار اللقطات وبناء على اللقطات اللي عندك هتكتب. هي صحافة الموبايل هي صحافة المستقبل، لأن العالم بيتطور بشكل سريع للدرجة الذي يجب أن احنا جميعا يحصل لنا استيعاب لما يحدث من تقدم كبير للتكنولوجيا. لو بنتكلم على مؤسسات إعلامية كبيرة بتنزل بفريق عمل كبير جدا بكل الإمكانيات الكبيرة جدا، لن تستطيع أن تسبق صحفي يذهب إلى الميدان ويأخذ التصوير بالموبايل ثم يرسل يقوم بالمونتاج على الموبايل ثم يرسل المادة عن طريق الهاتف المحمول وهو لا زال في قلب الحدث، لا يحتاج أن يعود مرة أخرى للاستوديو، لا يحتاج إلى أن يقوم بتحميل المواد على اللابتوب أو ماكينة المونتاج، فهي الأسرع. صحافة الموبايل يعني لا يقتصر دورها على التغطيات الإخبارية أو التغطيات السريعة، لا الموبايل حاليا بيتم استخدامه لإنتاج أفلام كاملة، تحقيقات استقصائية كاملة، لأن الموبايل تكلفة التصوير به هي تكلفة أن أنت عندك هاتف محمول وكلنا الآن نملك هواتف ذكية للمحمول، فبالتالي التكلفة أقل بكثير والاستخدام أسهل بكثير. احنا مثلا بنستخدم الموسيقى آخر شيء، وده ما تلاقي يعني أنا ضعف. أنا كتير سعيد اليوم إنه إحنا عنا اليوم ورشة لثمان زملاء سوريين عم نعمل ورشة عمل عن صحافة الموبايل. صحافة الموبايل زي ما أنت عارف هلأ كتير في توجهات في كل المؤسسات الإعلامية العالمية وحتى كمان عم تكون العربية إنهم يعملوا أقسام متخصصة بصحافة الموبايل، لأنه ما عاد هلأ بهذا الزمن مع تقدم التكنولوجيا ومع الأجهزة الحديثة ما عاد دائما في ضرورة بس استخدام أكثر الأجهزة أو الكاميرات اللي هي أعلى كواليتي أو الأكبر حجما. الموبايل هلأ هو قادر على تغطية الحدث ونقله بطريقة أسرع وأكثر مرونة وأقل تكلفة كمان على الصحفي، وعم بيخلق عنا كمان مواطن صحفي يقدر يزود المؤسسات الإعلامية بالأحداث اللي عمالها تسير على الساحة. كمان حكينا عن أساليب كتابة السكريبت وكيف أنك تحضر لقصتك على الورق قبل ما أنت تطلع كمان وتصورها. هذا الشيء بيساعد الصحفي أن يكون عنده خطة واضحة لما يطلع على الأرض يصور، ويكون عنده خريطة عمل يقدر يشتغل عليها بتساعده بالمونتاج، بتساعده بقصته تطلع من زاوية مختلفة عن زوايا يمكن أشخاص آخرين ينزلوا بس يغطوا تغطية عادية. على 30 دقيقة كل حد يختار 6 صور ويوجد موضوع ويكتب صور وأكد تاني ابدعوا، دوروا حتى لو مفيش أدوات موجودة على الأرض اطلبوا أدوات تانية. حجم الفيديو الكاميرا الصحفي الكامل يعني ما بيقدر دائما يكون معه عدة كاملة لابتوب وكاميرا وكل شيء، فبده شيء خفيف يشيله ويقدر يقضي منه كل شغله، فكان الموبايل حل كتير منيح. في كتير تطبيقات حاليا مفيدة عم تساعد الصحفي. بعد هالورشة بإمكاني أنتج تقارير كاملة عن طريق الموبايل، بإمكاني أخذ اللقطات بشكل ممتاز عن طريق الموبايل، وفي كمان أدوات تانية بتساعد الموبايل يعني ترايبود صغير أو أي أدوات تانية ممكن تساعده، أكسسوارات، وبإمكانك عن طريق الموبايل اللي هو قطعة كتير صغيرة تنتج تقرير بطريقة احترافية وممتازة كاملة. حد عايز يألف يختار موسيقى كل حاجة متاحة. بالنسبة لي أنا كمحرر فيديو لقيتها كتير دورة مفيدة ورائعة، خصوصا أنه اختصرت علينا شيء اسمه كاميرات وعقدة الكاميرات وإعدادات الكاميرات وأنواع الكاميرات والعدسات وهي القصص كلها نحن صار فينا نستغني عنها بشيء اسمه الموبايل جورناليزم أو الموجو، اللي هي أنه نستخدم الكاميرا الجوال بدل الكاميرات الاحترافية. بالعادة يعني نحن أخذين فكرة سيئة أو غير كافية عن تطبيقات الجوال، وأنا تفاجأت بصراحة وقت شفت أنه في تطبيق للجوال اللي هو كاين ماستر اللي عم نشتغل عليه، أنه يعني بيعطيني ما يقارب 30 40 50% من أدوات البريمير البرنامج الأهم بالمونتاج. فيعني خلاص عطاك أنت إذا كان تصويرك ضابط كان صوتك ضابط، هاي يعني برجع للتصوير، فصار عندك عن طريق الجوال يعني صورت بالجوال ومنتجت بالجوال وبتاخذ نتيجه صالحه للنشر بقنوات تلفزيونيه وبشكل احترافي مو بشكل عادي. لقطه دي بيحضر برنامج كل حاجه، وهنا برنامج بعدين ممكن تقول لقطات راح تاكدوا لنا اكثر اذا في مشاكل جوزتوها خلال الشهر ونص، اذا في مشاكل لسه محتاجين نشتغل عليها اكثر نشتغل عليها اكثر من خلال الورشات الجايه.